السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم سنقدم درس من دروس PHP وهي دلت ماي اس كيو ال اي وكيفية الاتصال بقاعدة بيانات. نبدأ على بركة الله نقوم بتشغيل اكزامب. اباتشي والماي اس كيو ال نعم. نذهب لوكال هوست، قم بإنشاء قاعدة بيانات. كما نلاحظ عندنا قاعدة بيانات تسمى Works، سنعمل عليها إن شاء الله. توجد فيها جدول اسمه Workers، يحتوي على مجموعة من الأعمدة ID Names and Jobs. سنبدأ العمل على بركة الله. أذهب إلى المجلد htdocs، نقوم بإنشاء مجلد جديد سنسميه على سبيل المثال تست. نعم، نذهب إلى السبلايم ونقوم بإنشاء ملف جديد. نقوم بحفظ الملف داخل مجلد تست باسم connect.php. نعم، اول شيء في الاتصال بقاعدة بيانات اي ننسب المعلومات الى متغيرات او الى ثوابت. سوف نقوم بنسب المعلومات الاتصال مثل الهوست واليوزر والباسورد وقاعدة بيانات المراد العمل عليها الى متغيرات. سنبدأ المتغير الأول host local host. user، اليوزر هو root عندي في قاعدة البيانات الخاصة. الباسورد نتركه فارغ لأني لا أستعمل باسورد للدخول إلى الـ PHP مع admin. هو قاعد بيانات db تسمى works. هذه معلومات اتصال بقاعد بيانات. سوف نقوم بالعمل اتصال جديد. متغير اسمه، هنا نقوم بإنشاء متغير اسمه con يساوي new mysqli دلت mysqli. نفتح قوسين. نعم، البارامتر الأولى أو الخاصية الأولى في هذا الدالة هي الهوست أو السيرفر. نعم، نقوم باستدعاء المتغير هوست. عفوا، البارامتر الثانية وهي اليوزر، والبارامتر الثالثة وهي الباسورد، والبارامتر الرابعة وهي قاعدة البيانات db. نعم، سنرى إن كان الاتصال يتم بشكل جيد أو هناك خطأ. if نفتح استعلام، if الشرط هو con access connect error إذا كان هناك خطأ في الاتصال يعرض لنا هذه الرسالة echo error connection زائد زائد
زائد اسم الخطأ أو نعم access connect error نغلق else إذا كان اتصال ناجح سوف يعرض لنا هذا المسج وهذه الرسالة echo connect connected نعم سوف نقوم بالحفظ سوف نذهب إلى المتصفح نرى local host المجلد تيست عفوا المجلد تيست نعم هناك خطأ هناك خطأ في السطر 13 سوف نقوم بتصحيح الخطأ إن شاء الله نعم هنا لم أستعمل لم أغلق الاستعلام بفاصلة نقطة سنرى نعم تم الاتصال بنجاح سنرى إن كان هناك خطأ في اسم قاعدة بيانات أو الباسورد أو كلمة المرور أو المستخدم أو الهوست في حد ذاته سنقوم بإضافة متغير آخر أو نعم هكذا سنرى ما هو الخطأ الذي سيتم عرضه نعم هناك خطأ address no such host is known أي أن الهوست غير معروف نقوم نعم وهكذا تم الاتصال بنجاح إلى درس آخر إن شاء الله إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك سبسكرايب شكرا على المتابعة.